نبدأها دايما بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عارف إن معظم البرامج إن لم يكن كل البرامج اتكلمت عن الفنانة القديرة كريمة مختار منذ لحظة وفاتها، لكن كمان عارف إن قناة المحور وبرنامج 90 دقيقة أحق بالحديث عن هذه الفنانة القديرة، أحق بتقديم واجب العزاء للزميل الإعلامي المحترم، وأنا أعني هذه الكلمة بكل ما تحمل من معاني، المحترم الزميل معتز الدمرداش، أحق للحديث عن كريمة مختار وأحق بتقديم واجب العزاء للزميل المحترم. كل الشكر لزملائي في فريق الإعداد في محاولتهم في الحقيقة الجاهدة إن هم يقدموا لمحات من حياة النجمة كريمة مختار، يحاولوا يلخصوا مسيرة طويلة وطويلة جدا من خلال أعمال فنية ارتبطت فيها بالمصريين، والمصريين ارتبطوا كمان بيها في نفس الوقت. كريمة مختار، القديرة كريمة مختار، ودعت جمهورها ودعت المصريين ورحلت عن عالمنا مساء الخميس 13 يناير 2017 عن عمر يناهز 82 سنة. رحلت لكن كمان تركت لينا عطاء فني كبير، تركت لينا أمومة صادقة، سواء كانت غير مباشرة من خلال الشاشات شعر بها المصريين أو بشكل مباشر لمن كانوا حول هذه الفنانة القديرة من زملاء ليها وأبناء في المهنة أو حتى أبنائها الحقيقيين. كل هذه المشاعر وكل هذه الأحاسيس وكل قوة هذه البصمة تسببت في مشهد أعتقد أنه مشهد مهم جدا، يعطي انطباع ويؤكد على المقولة الدائمة اللي المصريين دايما بيقولوها، اللي يحبه ربنا بيحبب فيه خلق. شفنا الخلق الكتير عند مسجد عمرو بن العاص، خلق كتير، ناس كتير يعرفوها بشكل مباشر وما يعرفوهاش بشكل مباشر، اللي يعرفوها كأم في الفيلم الفلاني أو كأم في المسلسل العلاني أو كأم في المسرحية الفلانية. الآلاف دول أعتقد أن مش كلهم قابلوا كريمة مختار وسلموا على كريمة مختار وشعروا بحبها وبحنانها وبصدقها وبأمومتها بشكل مباشر، لكن شعروا بكل هذا في أعمال قدرت تقدم فيها من خلال بساطة متناهية دور الأم الحقيقي، أشبه بمظاهرة حب اللي حصل في هذه الجنازة. آلاف المصريين كانوا موجودين، آلاف المصريين كانوا موجودين، وملايين المصريين تابعوا الحدث. مع احترامي الفنانين كتير وفنانات أيضا بعد رحيلهم قد يكونوا أكثر نجومية من الفنانة كريمة مختار، قد يكون لهم أعمال أكثر من الفنانة كريمة مختار، قد يكونوا كانوا بيتقاضوا أموال أكثر منها بكثير واسمهم على الأفيش أكبر بكثير، بعدما رحلوا ما كانش رحيلهم بهذا الزخم اللي حصل مع كريمة مختار. كل العزاء للزميل المحترم معتز الدمرداش وكل أسرته، وكل الأعمال المتبقية لكريمة مختار هي همزة الوصل بيننا وبينها حتى آخر لحظات كل واحد فينا في حياته. محمد حكيم كان في الجنازة ونقل التقرير التالي، تعالوا نشوفه. بالدموع والدعاء والحشود،
ودع آلاف المصريين الفنانة القديرة كريمة مختار التي رحلت عن عمر يناهز 82 عام، وشيع جثمانها من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة جمعة 12 يناير. الملفت في وداع كريمة مختار لم يكن فقط في حشود المشيعين، لكن في هذا المزيج الذي اجتمع فيه البسطاء مع المثقفين مع أهل الفن والشخصيات العامة. تودع الأمة سيدة فاضلة يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها العفو والمغفرة، وأسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها وألهم كل محبيها الصبر والسرور. إحساس كل المصريين اللي كانوا بيحبوها وبيحترموها، إحساسي شفته في مسجد عمرو بن العاص مع كل الشعب المصري اللي زعلان عليها وحزين عليها، عشان هي أمنا كلنا ورمز راقي وشريف ومحترم للفن المصري. وست عظيمة عشنا معاها السنين دي كلها، عمري ما سمعت في يوم من الايام مدام كريمه دي جابت سيره انسان، ولذلك كان الواحد مستني يشوفها. والله هي اول كانت بتسال عننا، ربنا يرحمها ويجعل ارضيها الجنه. ام لكل الوسط الفني، كانت بتسال على كل الناس، ترفع السماعه تكلم كل الناس تسال عليهم. انا فوجئت، انا فاكره بتكلمني انا، لقيت رانيا بتقولي بتكلمها، احمد بتكلمه، كل الناس بتكلمهم تسال عليهم تطمن عليهم، ربنا يرحمها. رغم آلام فراق ماما كريمة التي سيطرت على أسرتها، إلا أن ارتباط المصريين الشديد بها وحبهم كان فيه كثير من العزاء. أنا لسه الوقت حالا يعني دافن أمي، فاللحظة صعبة شوية، بس هحاول أن أنا أتماسك. يعني أقول لك كلمة يا محمد، ماما دي مش أمنا، دي أم الشعب المصري كله، وانا مش بعتبر انها ام شريف ومعتز وهبه، مفيش حد الا بعتبره ان هو اخويا وحبيبي، واكبر دليل على كده الروح الحلوه اللي الناس ورتها لنا النهارده واحنا بنودعها. ربنا يا رب يحسن خاتمتنا كلنا ويثبتها عند السؤال، ويرحمها ويحسن اليها، وزي ما كانت عايشة وسيرتها عطرة في وسط الناس، تبقى برضو هي عند ربنا ناس يفتكروها بكل خير، ويفتكروا أعمالها ويفتكروا حنانها وطيبتها. وأنا بشكر كل الناس اللي جم ودعمونا وعزونا ووسونا، لأن أنا حسيت النهاردة إن إحنا مش الأسرة الصغيرة أسرة ماما كريمة، أنا حسيت إن مصر كلها أسرتنا والله. إذا كان الفراق سنة كونية، فما قدمته الفنانة كريمة مختار من عطاء فني صادق ومن قيم إنسانية نبيلة سيبقيها دائما حية بيننا. محمد حكيم، 90 دقيقة، قناة المحور.